جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر، الله 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 أكبر، لا إله إلا الله. في سؤالها لين عصت كسور الجند عن المركبة، في سؤال إن شاء الله تعالى. إن شاء الله وحمد الله بدون سؤال شهرة وحوكلي سائل كاني جزاكم الله خير. ولا الحدن أنا جوا ويسقبة المير كادي كدقة ويسري ما إجا شابتي إيفا إذا الله كوفا إذا يعيلي ولا الكن. رحيم مسألة ذا كوساب سن تاب شذا حبين كترنكا ويسدا متشبيه مس متشبيه لبا حديث باكو سارور حديث وحول يا نبي قال ويدي صلى الله عليه وسلم وحو نبي كو جوابي وا حبن كاترسن وا حبن جيركاغا كمير معنى وحا ويا محمد شبيو سيده غعنت اما لوقت تابشده اينه ويسده او جبنين بوسن او جبنين حديث كاسي معناه سو فايدني حديث لبات وحا ويان وا حديث كا نبي قوله صلى الله عليه وسلم كويس قادو كويس سبول هذا تابت لبدا حديث ايا مركا معناه أي سجوي مادان أي علماء أوراديين مدول بمحل جوله. سيدا أوفي عنا وين ليده هذا؟ هدي أد حبين كترن كأما كاجا أما ميت كلا أطابته شهوة أطابته. يعني الدماعي هذا أطابته ويسدي وبريس. وحنا معناها كتوس يا حديث كأرنا يكوي سقاضه. هدي أقعنتو يسجد لعده. أما قعنتو أي مرتو. أما سيدا إلمها يرك كايدا لقد قيو أو كليتو مثلا شهوة إيو أديقون دماعي كوكو شيرين أتابتو مركز شيركا قيب كم إذا ويان ويسيدي متشبني خلاصة وحوي حبين كترن كهدي شهوة الله تابتنا ويسيدي ويتشبي هدي شهوة أن الله تابنين ويسيدي متشبني هو يدا إلمها ذا كرد قيسا كايدا كرد قيسا ويسي كمتشبيس لأن وحوي إلمها ذا يركا حبين كسترن كين شهوة أتابتو واحد لعي كرمه صلا طماعي وما تامنس أباها لم يذا هدو طابت المين زير كمثلا يعني وحوي حالة الشهوة ده أمبالغو قيدة يا مركو أتشبيني سيدا سمعنا وحوي الصواب يعني وحا إيادونا چيرتا سيدا وكالي أور كنتي مدن إن لقيدو رواية وحا چيرتا أورانا إسا كو قيدة إسا يعني اللفظي كو قيدة يا چيرا ذكرك وضمير أو علينا يا روحا كيسا كليا إنو طابت سيدا أنا علمي دقار كود باقبا وكاغا أون كليا كاتشبي لكن كوا كل هذا تابته كامن شبيه أن تانا علم ذقار باقبة ويدنا الرأي ويا وبالله التوفيق. ولا يهاي شيخه وما دام أنو أرجنه مش حالكم رأيه ودم هذا مسلمين تاع حكام إن حكام تاع ما أنت سعد أيه أتا غيرن كعلى ذا جميسة مسلمين تاع ميهنا كم إذا هين يجو أو أيسن يجو نقال نقول يعني محس حكم كذا نقول يه. إن قال لو قرب استاق الروح مسلمة وحي كمتها وحي لها إيمان كبرية سيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله كتاب وكل شيء كتبتي سمرك كهل دي النواقض لا إله إلا الله وحو كدري إن أدوهي لسو أعداد إلهي يقال أدوهي لسو مسلمين أيسكو أيسهيان أدوهي لسو نواقض الإيمان بكدري أما نواقض يعني التوحيد سيدان القرآن كارونتي كتوسيا محيي لموالات كا قال هذا اللي جو لي شاي وحي كم تهاي وحي لها كفر جا يرد ذا كنا القرآن ربي سبحانه وتعالى وحكويلي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم قال سبحانه وتعالى يهودي النصارى كولي لنا روحي كولي شو إذن كإذن كم بدي يجو كتر سينه ربي سبحانه وتعالى أيجو كم ذي هاي وحليها ابن جرير الطبري عليه رحمة الله إمام المفسرين أيض وحي عدين يساو يكو عد هاي كفر جا يقال لماذا روحي أهي أهي لي قال أهي لي الروح مسلم وهي لي كفر جيس يكو عد هاي سلذ مركوا مسلا نوع عسى
وحين سلك ساريسا مبدأ اللي لهذا مبدأ الولاء والبراء روح مؤمن كابا هي لك وقوله إن ذوه اللي صوت شعلاته قرب استاكت سجس كقوله قال كون النعيب يفقين بكقوله وين تكبر نقطه إلى حد أي قارو إن تكهجروته إلى حد أي قارو إن معناه واحد ولا دقش لكن واحد ويان إن قرب استاكت أي مسألة خطر تدلوه مسألة الجودة هان مركا سالك هسه معناه واحد ويكسر ليسن أما إن أشخاص قنية حكم لصاره أو مثلا واحد اللي هذا هبل أما فلان أما هبل هل التكفير يوم قالوا بين ما قالوا بين شيء ما كوك عيكم كعن وحيو بانت تأسيس ذي علماء التقريريين شروط يا ضوابط كلو بانت شرع هذا وحي قبته ومذهب قالوا السنة والجماعة كم ذا مركي فعل كلا حكومة يو هي شخص يا مركل حكومة يفرق بعوده حي مركي فعل كلا حكومة يو أما هذا كلا حكومة يو ولا إطلاق كرا كفر جيس مر هذه النص كتوس كفر جيس لكن شخصي وكرع مرك الله حكومه يو وحيوبه أنت هاي إن لأجاده محاكو كلفي هدي جهلي أكو كلفي وإن جهلي قال لجساره الله عديو هدي تأويل أكو كلفي تأويل كوإن لجساره الله عديو هدي النسيان يهلمان أجي وإن هلمان كي لجساره هدي كل بشيء هدو شركينا يا وإن المشي لجساره حجة اللجوء مرك كده بهدو قط كيستوار شخصي قال كفرسين كرا واللجوء حكومي كرا إنه قالوا بي مثلا روح قبرك كرتشوغا معناها قبرك بريهيا فعل كو سمين يا واحد لهنا وكفري نينك قالها قرب تاغن المسلمين يعني واحد اوغا هيلينيا وحان لنا فعلك سوى كفري لكن شخصي هبل او ارنتا سميه كور مركا دي تراد وين ان هورتا شخصي ميزان غوني لا صاروا ما حكو كلفي ما حكيني مجهلي با كو كلفي وخي مركا او قبسنايو كو دغنايو يعني مبرر كدغنايو وين لا فكيو markii loo cadeeyo kadib uu ku sii adkaysto markaas waxa iimaaneeso takfiirinta iyo gaalaysiinta iimaaneeso takalo meesha ku jirta waxa ay mas'alada takfiirinta iyo gaalaysiinta mas'alani walba gali karamaa mas'alani walba maxay leey shakhsi markii la miisaamayo rido lagu xukumayo mas'alani walba uu ka hadli karamaa oo hadii masaa'isha talaaqa iyo furitaanka iyo guurka iyo salaada iyo nin culima aanina lahayn uu san wax ka sheegi kareen روح للحكومة يوم محكمة صار صو كم سي حق جرت يا ما كسي حق جرت صص ما كسي حق جرت وعلى ذا مثلا صلاة بدون إساءه مثلا كعجينة صحته نين علماء نين علماء دو تجس ما يا طلاقا نين مجن تمين مس مجن تمين هوا أنت نين مفرن تمين مس مفرن شيخ بدر هذا نسا نين علماء لكن مركي لدون يدات كإن لقال يسير رد له حكومة ويل يربى مركب صحيح هاي أو عليه وقالوا ولا قبله ما يعني وحوي مسألة مسألة اجتهادية تحقيق المناط وحلي هذا كحرا نص كان يوم ماشان آت ساريس وما إسليين مس اسمه نص كيسقى معناها قطعي الثبوت هذانا قطعي الدلالة بهذانا ماشان آت ساريس وماشي سمت هاي مس معها باجتهاد وبه يا كوش اجتهادي كرا علماء كوش اجتهادي كرا ساسي معنا ما إنه نقول معنا فرع لقيل كرا مسألة هل استدلوا وبالله توفيق السلام عليكم شيخ سلام كدب تذكر العراق استيليا سيدا قرحيادا كادا عيا سلقيادا قيدامادا بوليسكا ما لغو فرحي كراه لمشادو دا ما داما اي او اديغا يان غالادا فادر شان تي هرو امي رعصنت مسالدو تي هدان كتشوابي امي رعصنت هاي مسائشا كو سابسان اسقرحين تا علمادو واكا هلين وحانا لغاقا هلي يعني وحويان كتب ادواسع بالوغا هلي علماء الرجنة وحيليهن ومن باب الانتحار يسدلوي روحه يسدلي قارنا وحيليهن ماءه وحويان وحيكم تهاي مقاصد شرعة أي فصحبة بكم تهاي علماء دي وينيد بس كهستا ونبى مثلا واحد مالك رفنايا مثلا شيخ ابن عثيمين على رحمة الله وحليه هاي يعني وحكوت جينا انتحار طيب يسدلويام الشيخ الألباني عليه رحمة الله وحكوت جينا تهاي وسيلة كم إذا من وسائل الجهاد أو شروط وكحرة كتبتي صغار كتبتي مثلا كتبتي كتاب كقول دم صحيح موارد الضمآن تعليق يسا أيو شيخ هلك كنت تقريرنا يا مركا مسألة علماء دي ووينيد أي مثلا وحوي المارتي أي كهل يوم أما دتك أبريدا يا مسلمين تا اللين تودو أيدو مرنا مبنانا نيس روحوا هدو مسلم يهي هدو مسلم يهي أو إنو مسلم يهي لهو يعني وحوي ديل كيسو حالة نادر أمي بنانا كرت حالة مثلا تطرس المسلمين بالكفار وكليتو يعني قالوا دو مركا يقاشان مسلمين تكاليكتان oo la dagaalankooda si kale loo gaadhi waayo in muslimiinta la maran wayaan waa mas'ala ay culimada fuqaadi hore ka hadleen oo ilayhiin yani ibn taymiyyah alayhi rahmatullah ijma'u kusoo guurinay way banantahay bulay
ayadoo gaalada loola qastahayo yacni oo muslimiinta loola qastay inin markaasi wax weeyaan wixii lagu gani karo waa lagu ganayaa buu leeyahay. haddii muslimiinta gaashaanka ay ka dhigteen ay wax noqdaanna yacni wax weeyaan dambi dadkii kasoo gaadhi maayo maxay leeyay jihaadkii baan si kale loola imaan karin buu leeyahay ibnu taymiya caleyhi raxmatullah yacni kitaabkiisa majmuucu lfataawa buu kaga hadlayaa. marka masaa'il waa jirtaa, xaalada waa jirtaa naadir ah oon badnayn oo sidaasoo kale taa, laakiin asal waxaa ah damka ama dhiigga ruuxa muslimka inuu xaaram yahay, gelitaankiisana in aada looga taxadaro. xaaladda la geli karaayo inay noqoto xaalad naadir ah oo xaaladahaas shareecadu ay u fasaxday limasaalix raajixa daraaddeed ay u fasaxday wabillahi tawfiiq. sheekh saa'ilkani wuxuu leeyahay, walaal waxaan leeyahay meherad, waxaanan iibiyaa waxaan bixiyaa canshuurta caadiga ah bil walba, waxa kale oo aan bixiyaa macaashulmacaash 525 ah. waa nidaamka waddanka uu ka hadlay walaalkani. nidaamka waddanka u yaalla ayaa sidaa ah, marka wuxuu nidaamku ii ogol yahay in aan gaari aan meheradda ugu shaqeeyo in aan qiimihiisu wuxuu doono ha noqday in aan deyn ku soo qaato, kadibna aan lacagta tartiib tartiib u bixiyo. marka aan lacagta canshuurta dowladda u celinayo, waxaa la ii ogol yahay in aan yacni lacagtii aan baabuurka ku bixinayay aan qiimo aan canshuurta ka gooyo. marka arrintaasi ma riba xaaraan ma ku dhacayaa? muxuu sharcigu ka qaba walaal? jazaakum allahu khayr. ma fahmin su-aashaas. waa masale iska fafahin, dukaan buu leeyahay, wuxuu rabaa inuu deyn qaado. mas'aladu waxa waaye, mas'alada jawaanibteeda iyadoon si fiican loo fahmin lagama jawaabi karo. laba mid baa lagu fahmi karaa, ama sharax dheeraad oo aada u badan in lagu siiyo, ama inaad waaqicaba la nooshahay ay arrintu ka jirto. marka mas'alo aanan si fiican u fahminna hadda jawaab kama bixin karo, intanna waxaad moodaa inaanan ku fahmi karin. marka malaha waxa weeye duruusta dambe markii un laysoo fahansiiyo unbaan ka jawaabi doonaa insha allah. sheekhan walaalkan wuxuu leeyahay, sheekh ilaahay dembigaaga ha dhaafo, su-aasheedu waxay tahay shirka kenya ka socda culimmadu wax dowr ama ku leeyihiin? shirka ka socda kenya ka socday, horta waxaa fiican aad isweydiisaan muxuu yahay yaasa wada. intaydaan odhan culimmadu dowr ma ku leeyihiin, muxuu yahay yaasa wada fiican aad isweydiisaan. shirka waxa wada waa dowladihii uun soomaaliya burburiyey kulligoodna damaaci kale soomaaliya, nin shalayta ku burburiyeyna maanta wax kuu dhisi maayo. masalada labaad, nimanka meesha jooga ee matalaya soomaali matalayaay ayaguna waa nimankii shalayga dhulka burburiyey wey. ninkii shalay dhulkaaga burburiyeyna wax kuu dhisi maayo. culimmadu dowrkay ku leeyihiin iyo kaalintay ku leeyihin haddaad i weydiisaan, dowladaha meesha isugu keensaday dadka meesha fadhiyana culimmana ma arki karaan, dad akhyaarana ma arki karaan. kuwan qabqablayaasha ee meesha laysugu keenayna culimmana ma arki karaan, diinna ma arki karaan. soo ma waa dad meel lagu xaraystay oo khaanad lagu qufushay, wixii raalli laga yahay unbaa loo geeya oo loo ogolaada. aniga waa u tegey, hadda idan hor fadhiya, eldoreed intay joogeen baan u tegey, meeshay deganaayeen baan ugu tegey. waxaan ka codsaday inay isiiyaan jaanis yar oo kelimo aan ugu jeediyo dadka nasiixa. waxay ugu jawaabeen meeshan looguma talagelin diin iyo wadaad looguma talagelin bay dhaheen. masaajidka tag, wixii masaajid kuugu yimaada wax u sheeg. marka haddaad aragtaan dadka meesha jooga runtii haddaad yacni waxa weeye qaartayga waa laga yaabaa inay idinku jiraan, haddii aad aragtaan dadka meesha jooga weligiin idinma gelayso soomaali baa noocani ku jiray, weligii idinma gelayso. dadka kuwii ugu liitay baa meesha tegay xaqiiqa. marka la yidhaha diin iyo warkeeda iska daayo culimo iyo ninkii waxoogaa lagu arko nooc akhyaarnimo ah, xataa way siiro dhantaa nooc wadaninimo ah ninkii lagu arko inuu ku jirto, waxaa la isku dayaa in la fankaro markaasi waxa weye laga daba qaato. marka culimmadu dowrna kuma le, kaalinna kuma le, kumana yeelan karaan wabillahi tawfiiq. sheekh saa'ilkani wuxuu leeyahay, walaal waxaan bartaa cilmiga dhakhtarka xoolaha,
waxaadna ogtahay waddankan xoolaha ugu badan ee haystaan waa doofaarka. Marka waxbarashada noocaas ah, maadaama uu doofaar meeshii soo gelayo, maxay noqonaysaa islaamku muxuu ka qabaa? Haddii umalayn maayo inaan hadda ku dhahayo doofaar gacanta la gal. Doofaarku waa nijaas, nijaanasana gacanta lalama galo. Xoolo kale lagu barbaran karaa jiray, laakiin meeshaad wax ka baranaysay ku xidhan tahay. Haddii waxbarashadu ilaah heer daruuro ay gaadhsiisan tahay, yacni markaa waa la dhihi karaa min baabi daruura, ku barbarood kadibna gacmaha iska dhaq. Laakiin heer daruuro ma gaadhsiisan tahay waxbarashadu, mise ma gaadhsiisna isweydiin leh. Kolley kolley waxaan kugula talin lahaa meelo badan oo laga bartaa jiroon doofaarna joogine waxbarasho u raadso insha allahu tacala wabilahi tawfiq. jasaakum allah khayr. Akhi saailkani wuxuu leeyahay walaal, waxaa jirta culimo diidan jihaadka, maxay adiga kula tahay culimadaas arrintooda? Ma jirta culimo jihaad diidan baa jirta, waa culimo gaala kuwaas culimo maaha. Laakiin su-aashu saa uma taallo, saas maaha. Mas'aladu waxa weeyaan dhacdooyinka caalamul islaami maanta ka socdaay ayaa wajahaatu nadarka iyo aragtida culimmadu ku kala gedisan yahay, oo ninna uu arkaa dhibaatooyinka ay keenayaan inuu ka badan yahay faa'iidaday keenayaan. Qaarna ay leeyihiin maya maslaxadii faa'iidaday keenayaan baa badan. Culimmadu marka qiyaasta masalada way masalada isku khilaafsan yihiin. Jihaadka asalkiisa nin diidan ma jiro, soo ma? Ninkii diida waa gaaloobaya, lanna waa yani waxa weye mima yuclama min addiini bidaruura wey. Yacni ninkii yidhaahda jihaad ma jiro, kufrigiisa shaki kuma jiro. Laakiin culimo diidani ma jirto. Culimada yani waxa weye diida lagama cabiraye. Shaygan jira ee hadda socdaay ma waafaqsan yahay jihaadkii sharacadu jidaysay mise ma waafaqsana? Halkaasay culimadu isku khilaafsan yihiin. Ninkii yidhaahda marka ma waafaqsana, macnaheedu maaha inuu jihaadkii diiday. Saasay macna, macnaheedu maaha inuu jihaadkii diiday. Masaladu marka halkaasay ku salleedahay ee maaha macnaha jihaad baa la diiday, culimaa diiday ma aha. Waxaa la qiyaasayaa masaalix intee leeg baa ku jirta. Masaalix intee leeg, waxyaalahan dhacaya masaalix intee leeg baa ku jirta, muslimiintu ka helaya. Ninba dhinac buu marka iska taagayaa, wuxuu adeegsanayaa ilaahay cilmigu siiyey, wuxuu adeegsanayaa fahamku ilaahay siiyey, wuxuu adeegsanayaa aqoontu ilaahay siiyey, caqligiisu adeegsanayaa. Kadib waxaa natiijada usoo baxday baa waxay noqon kartaa in uu yacni waxa weeye waxaani dhibaatooyin fara badan uu la yimid oo uu kuu tirinayaa tanaa ka dhalatay, tanaa ka dhalatay, tanaa ka dhalatay, tanaa ka dhalatay, tabar ma hayno, maynaan diyaar garoobin, waxbuu akhriyaya, waxbuu akhriyaya, intaasoo waxbuu isdaba dhigaya. Tana marka waxay gaadhsiisay ijtihaadkiisa waxumees ma laha, hawarac ma aha, laakiin waxay gaadhsiisay in ay la qumanaato oo diin ahaan ay ula qumanaato. Waxa maanta socdaay inay muslimiinta ayna dani ugu jira, soo ma? Ninna dhinac kale uu iska taagayo markuu miisaamay cidhiidhi cadaadiska maanta muslimiinta haysta, sida loo daba socdo, dhibaatooyinka loo geysanayo, sida loo burburiyey, sayna u nabadgelaynin, inay maanta ku qasban yihiin inay tilaabadan qaadaan, wabitaali inuu jihaad sharci oo dafciga, ninna halkaasuu iyo ka tusta. Tayib, waxaan marka leenahay hadduuna ruuxu hawaraac ahayn, kii hawaraaco isaga hawadiisi iyo naftiisi ama waxoogaa inta la siiyey markaa isagu yacni halkaa ka indilaaqaya, kaas isaga waxa weeyaan warkiisu ma yaalo. Laakiin ninkii culimaa diintana aqoon u leh, isla markaana ijtihaadkiisu meel meelaha ka mida ku qanciyey, insha allahu tacaala wuxuu gelayaa xadiiskii nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh, ida ijtahada alxaakimu fa akhtaa falahu ajrun wa ida ijtahada fa asaaba falahu ajran buu gelaya. Hadduu khaldamo oo ijtihaadkiisii la khaldamana ajir buu leeyahay, dembigiina waa loo dhaafaya, dembi ugama imaanayo. Haddii uu saxsan yahay oo ijtihaadkiisa ku saxiyeysan yahayna, laba ajir buu helayaa insha allahu tacaala. Laakiin waa inuu mujtahid yahay, ijtihaadkiisii cilmigiisu gaadhsiiyey, niyad wanaagna ay ku jirto, ikhlaas ku jiro. Hadduu markaa kadib gafo insha allahu tacaala caafi weeye, bal ajir buuba ka helaya wabilahi tawfiq. Sheekh, saailkan wuxuu leeyahay kole waa nin waxbartay, yacni wuxuu leeyahay jimcayaasha haddii uu macalinkaygu ii diido cudurdaar ma leeyahay, mise wacidkii ayaan ku dhacayaa oo waan dambaabay? Fadal sheekh raxiim. Wuxuu nabigu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, innama ataacatu fi lmacruuf. Waxaa laysku ateecayo ruux amarku siiyey aada ku ateecayso waa wixii shareecadu ogosha. Xataa waalidka cid kaaga xaqnibo badan ma jirto. Waalidka hadday xumaan ku faraan ka yeeli maysid. Wain jaahadaaka calaa an tushrika bii maa laysa laka bihi cilmun falaa tutichuma wasaaxibuhuma fi dunya macruufa. Waalidkaa hadday shirki iyo gaalnimo kugula dadaalaan ha ka yeelin buu ilaahay yihi subxana wa tacala. Laakiin adduunka wanaag kula saaxiib, adduunka xaqoodii sii, laakiin gaalow ha ka yeelin.
sidoo kale to ninka madaxda ah haduu ku yiraahdo waxa sameey macsiina ay ka ilmis macallinkaaga warkiisa iska bada haduu gaal yahayna warkiisa iska badhaaf walan yajcal allah lil kaafirina cala al mu'minina sabiilan qalku mu'minka dushiisa sultaan iyo awood kuma leh haduu macallinku yahay xaq uma u lahaa adigana xaq uma lihid inaad qaadato wixii sharcada khilaafsan samee haduu ku yidhaahdo waajib kadaga haduu ku yidhaahdo waa inaad khilaafto haduu macsiya samee ku yidhaahdo waa inaad khilaafto nidaamkii baa diidaya nidaamka laftiisa diid yaa ilanka ilaahay baa ka horreeyay soo ma ka ilaahay baa ka horreeyay ilaahay baa kaaga xaq weyn oo amarka ku siiyey ka ilaahay yeele subxaana wa tacaala jumcada tukaa lagu yidhi saddex jumco ninkii ka taga oo isku xiga buu nabi sal alay wasalam ilaahay qalbigiisuu daboolaa markaa fududaysanin waa inaad u hesho janis u hesho inaad soo tukato haddaad weydo ilaahay waajibkiisa ha uga tegin wax adduunye ah tacliimtan waa tacliim adduunye soo ma adduunye ha uga tegin wax ilaahay kugu waajibiya subxaana wa tacaala bedel kaleeto raadso waxbarashadaada meelaad kusii wadan karto cibaadadana ku wadan karto raadso insha allahu tacaala ilaahayna wax ka khayr badan buu ku siinaya insha allah waxaa ila nabigeena wuxuu uhi sal alay wasalam man taraka shay-an lillaahi cawadahu llahu khayran minhu buu nabi uhi salawatu rabbi wasalamu caleyh ninkii shay ilaahay dartii uga taga wax ka khayr badan buu allah ugu bedelaa shaygan iyo cibaadadaadii haddaad isku wadan weydood ilaahay waajibkiisi iyo cibaadadiisa dartii uga tagto waad arki wax ka kuu dhaamo kaaga fiican bu ilahay kuugu bedelay subxana wa tacala laakiin kalsoonidii la imo hana ku raalligelinin macallinkaaga iyo yacni heedhmastahaaga midna ha ku raalligelin wuxuu ilaahay kuugu cadhoonaya subxana wa tacala marna ha ku raalligelin maxaa yeelay haddaad ku raalligeliso ilaahay isaguna wuu kuu cadhoon ayagana wuu kuu cadhaysiin waa ka xadiiska saxiixa nabiga odhanaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh man arda annaasa fii sakhati illah ruuxii dadka ku raalligeliya wax ilaahay ka cadhoonayo allah wuu u cadhoodaa dadkana waa u cadhaysiya ruuxii dadka kaga cadhaysiiya wuxuu ilaahay raalli ku noqonayo dad isaguna raalli buu ka noqdaa dadkana wuu raalligeliya raalli buu ka dhiga yacni qalbigoodii buu ilahay subxana wa tacaala u xasiliya marka ilaahay raalligelintiisa ku dadaal macalin iyo macnaha dowladoona raalligelinteeda waxbaa ku dadaalin wabillahi tawfiiq sheekh saahilkani wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekh allah ka abaalmaariya muxaadaradii qayimka ahayd su-aashaydu waxaa weeye buu yihi sheekh xadiisulqudsigu sidee kusoo degaa muxuu se kaga duwan yahay qur-aanka maadaama ay labaduba hadalka ilaahay yihiin bismillahi raxmaan raxiim xadiisulqudsiga iyo qur-aanka farqi furuuq baa u dhexaysa culimmadu ay u kala saaraan furuuqda waxaa ka mid a xadiisulqudsiga qur-aanka lafdigiisa iyo macnihiisuba waa hadal ilaahay subxana wa tacaala qur-aanka lafdigiisa iyo macnihiisu labaduba waa allah subxaana wa tacaala hadalkiisa wey xadiisulqudsigana sidoo kaleeto lafdigiisa iyo macnihiisuba waa allah subxaana wa tacaala hadalkiisa wey laakiin maxaa u dhexeeya waxaa u dhexeeya qur-aanka allah buu nagu addoonsaday inaan ku akhrino salaada qiraa'adiisa waana lagu addoonsaday laakiin xadiisulqudsigana laguma addoonsanin ku camalfalkiisana lagu addoonsaday laakiin ma geli karo bedelkii qur-aanka oo tilaawadiisu mutacabad kuma nihinoon laguma addoonsaninoo salaada kuma asaxiso salaada kuma asaxiso laakiin labadooduba mid walba macnihiisa iyo lafdigiisaba xagga ilaahay buu ka yimid subxaana wa tacaala waxaa ka gedisan xadiidka nabawiga ah xadiidka nabawiga ah lafdigiisa nebigaa iska leh macnuhuna xagga ilaahay buu ka yimid maa yantiqu cani alhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa waa waxyi macnuhu oo ama qalbigiisa lagu soo dejiya ama malaku jibriil baaba loo soo dhiibaa laakiin kelimaadka nebigaa iska leh salawatu rabbi waslamu caleyh kelimaadka rasuulkaa iska leh macaaniduna xagga ilahay bay ka timi subxana wa tacala wabilahi tawfiq mala khayra jazaa sheekh saailkani wuxuu leeyahay sheekh waddankan meel walba riba ayaa gashay beeca tartiib tartiib loo bixiyo maxay diintu ka qabtaa haddii tartiib tartiib loo bixiyo wuu ka raqiisanaanayaa yacni haddii kaash loo bixiyo wuu ka raqiisanaanayaa in yacni tartiib tartiib loo bixiyo micnuhu ribadu siday ka tahay weyw wixii tartiib tartiib loo bixiyo deyn lagu qaatay yacni waa nooc meel ribaa soo gelaysa waa kolley ujeedadu u socotaa beeca waa labo beeculajal mid la yidhaahdo taqsiidkuna markaa uu qeyb ka yahay iyo beec la yidhaahdo naqdi naqdiga waxaa la yidhahdaa waa beecan kaashka wixii baad bixinaysaa
وحقنا والله وريس بيعنا ودين وبيع الأجل بالي لهذا بيع الأجل كا أما الشيء جيبه اللي قديمين يا لعكتي سين الدب على جربه أما ما هي واحد القرون يا شيء جني حد هداد كاش أوب حين يسوع وبقول هداد تبي قصين دونتنا وبقول يطبعن هدي أصيدا سوكلي هي بيع الأجل بالي لهذا علم هذا أنت هذا بدن الجمهور تذو يبنينا لكن شروط بي كحرة يعني شروط دي كحرة واحوي روحاً الشيء كاقضا يوائينو إساقو ليه هو حرطة ملكي جيس أو كتيرو سامر كلي ليه وحلقة احتراز يو اللي اسكي إلالينا يا بانقيا دا إن بضانو هاد يعني إسلامي بانكي إسكو مقعابة معاملات أي داد كاللق لان أو أي مرابحكو مقعابان أو مثلاً واحويان الشيء أدا صوفير سنة يا كان بني جيب اللسو هشينيسا بابور أما قوري أما وحون واشيسكي باتسوق ليسا أيجي بدو تجيسا وحي كله يهين وقضينا وقضينا مركان قدنا كدبنا أذان كا قضينا كي وحمانا كسارانين قابنا عسو كليتا مرابحة لي لهذا شروط بيلي هذا هاي شيقة وإن أملكيو بانجيو إنت يرادين كو هشيني وإن يساقو لي وحي سي أو يساقو لي هاي أو تقومين تجيسا يساقو كو قرين هاي أو أوليها وإنوي marka kadib baad adiga kale heshiin kartaa oo uu ku dhigi kara hadaad cash igu siinaysana waa inta hadii aad yaani dib iga siinayso in yar in yar siinaysana way ka badan tahay waa inta shardi waxa ahadana hadii ay la gaaro waqtigii ugu dambeeyay waxan aad bixin lahayd oo ku bixin weydo waa inuu san dulsar ku fuulin hadii meesha ay soo gasho hadaad bixin weydo waqtigii markii la gaaro wax kugu laabnaadana ama aad bixin weydo markaasii waxa kugu bilaabanaya dulsar أما الزيادة كفوليسة مركا يدن واربو مركا وإن معنى وحوية شروط نوع السوكلاء اللي إلاليو هدي بيع الأجل ويه هدو بيع المرابحة يهي وإنو بانجيكو ملكيو أديجي إساقا وإنو سنهشيس إذن هرمرين إنين هرمرين وهري إذن أوهشين إنتو سنبانجيكو ملكينين حتى بلنقاد الرسمية و أديجنا اللازم كوغا إساقنا اللازم كوغا وإنو سنشيرين هدي سيدوكانكا ألابتا تالا أدو تكتو لنكالي ألابتو كغن عسادة ألابتو كذا سريره كذا مثلا بيره كذا مركز أوتك تروح كيرني وهذا كاش هاي سنة وبقول هذا إذا سين دون تدي بيجا سين دون تنا وبقول يتوبن بقول يتوبن كأنت سو بلاد بعد يقول سين إسا هذه أي وقت كي نافتنا وحسي هذا أما شرتو هذه أي سيدا استهاي مركز بيع الأجل بالي هذا علم هذا أنت هذا بدنا وبنينا وبالله توفي إخ سؤال كان وحلي هاي ولا الواحد تري تدك حن حن على درتي وجويا dadk fiic fiican ala darti u soo dhaweeya marka ku xun xun sida wax ugu sheegayna gooya macnaheedu wax weeyaan waxba u sheegina ma gooya du macnaheedu wax weey qalbigaaga ka gooy qalbigaaga ka gooy jiclaanin hiilana yeen idin dhaxmar wala iyo soo dhaweysina yuusan ku dhaxmarin oo kalgacal qalbiga ku gasha laakiin haduu qaraabo yahay حقوق دي قرابتني ماذا وليه هدو والدي هاي حقوق دي والدني ما وليه سو هذا آيات الأخرية إنما هين هدي والد قال لي ما كقولت دقالة يعني يجي بقى قالة قال لي ما هو يكشقين إنه قالوا وذي يكشقين يعني يقولوا بقى قالوا ربي قوي يا مدين أبعوه لي وحي ربي سبحانه وتعالى وركي وطانها كي يهل أيقنا حقه دي سيبا لقول الدنيا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها waa tan nabiga uu timid salaatu rabbi salaam alayhi magaalada madiina waxa tiri nabi allah hooyaday baa timid hooyadeed gaalbayd marka hooyaday baa timid waxayna igu timid hunguri ay qabto rajay iga qabtaa inaan wax siiyo waana gaal mushrikad wey nabi allah uma siiya ma xiriiriya nabigu wuxuu ku yiri salaatu alayhi salaam sili ummiki nabi ku yiri salaatu alayhi hooyada xiriiri gaalbaha ahaatay hooyaa xiriir bal la yanhaakum allah an alladheena lam yuqatilukum fi ad-din wa lam yukhrijukum min diyarikum أن تبروهم وتقسطوا إليهم كوا أن دقالك إذن كولتشرين إن أد أبارن سميسان أد أعدالة سميسان أد أصم فشان إله إذن مدي إذن بلير ووحي السم فلئي حريرنا أما مسألة الدعوة القارسين تيدي إن لون نصيحية تاسوا واجب تاسوا واجب فرعون باب ليلي أتقى وحوشي تدكو فرعون سانك مصوكيان اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى موسى هارون فرعون با لو ديري هذا الهي اوغي انو سبحانه يلين الله سبحانه وتعالى marka wax sheegida
dadka in wax loo sheego loo naseexeeyo oo la waaniyo oo macyigo ismo yani wax isma diidis qalbiga ha ka jiclaanin laakiin hadana ma cadaalka xuquuqdu kuu leeyahay bay kamid tahay inaad u naseexayso wabillahi tawfiq dabana waxaan ugu gudbi doonaa su'aalo ka iman doona xagga baaltooga insha Allah ta'ala marka sheekh saalkeena wuxuu leeyahay een sheekh een een firqada la yiraahdo ama isku la yiraahdo takfiirka een maxay tahay تكفيركو وضائفو كم إذا ضوائفتا منحرفكا جيدكا كل إحدي أسل كودونا واحد كوسا ليسينه نوانكي خوارجتها حديث نبي كوسا أرره سلوات ربي وسلام عليه واختيقي نبي قانو انتو تشوغي بي صابحين خوارجتهم وانين كودي أقوه الرئي من الخويسرة حديث صحيح البخاري ومسلم كويالة waxay ka tarmeen ninkii nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu ganimooyinka Khaybar qaybiyay ninkii nabigu ku dhigay sallallahu alayhi wasallam i'dil fa innaka lam ta'dil cadaalad maadan sameeyin ee Muhammad oo cadaalad sameeyay Ilaahay ka cabso markaas uu ku dhigay nabigu sallallahu alayhi wasallam war habar qabeeb ku yaa cadaalad sameeyay anigu hadaan cadaalad sameeyin buu markaas rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam waxa ka tarmi doona ninkan niman dayr oo quraan akhriskooda iyo salaadooda iyo soonkooda iyo cibaadadka ay sameeyaan tiina markaad u fiirisaan tiinu idin la yaraanayso laakiin diintu ayna dhunta u dhaafsanayn bu nabi sallallahu alayhi wasallam diintu dhunta ayna u dhaafsanayn xadiis sahih ah waxa ku soo aroray nabigu inuu yiri sallallahu alayhi wasallam meel la meeshaad ku aragtaan bad laayo bu nabi sallallahu alayhi wasallam waxa kale ka sugan nabigu inuu yiri sallallahu alayhi wasallam kilaabu ahlun nar wa nar ta dadka gala aydooda wayan bu rasuulku sallallahu alayhi wasallam wa takfiir wa khawarij mabda'a asalka u ah waxa weeyaan khawarijta waa in la takfiiriyo la gaalaysiyo cid aan mudnayn gaalaysiin khulaasadu waa inta cid aan mudnayn in la gaalaysiyo gaalnimo lagu xukumo in gaalnimo lagu xukumo mabda'a asaasiga u ah khawarijta waa midka waxa la dagaalamay Cali ibn Abi Talib radiyallahu anhu markay banaanka u bixeen oo meeshii Narwaan la oran jiray isku urursadeen Cali ibn Abi Talib la dagaalamay rasuulkuna salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu dhili labada kooxood ee muslimiinta iska soo horjeeda waa qoladii reesham iyo Cali ibn Abi Talib labada midda xaqnimada badan oo gartahay oo saxsan ayaa la dagaalami doonta bu nabi salawaatu rabbi wa salaamu alayhi khawarijta Cali ibn Abi Talib la dagaalamay radiyallahu anhu oo runtii wax weeyaan maartay kala firdhiyay waxna kalaay uuna kala firdhiyay Cali ibn Abi Talib markuu la dagaalamay wuxuu hayay xadiis nabigu uu ku yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markaad la dagaalanto waxaad ka dhex heli doontaa nin meeshan gacanta korkeeda ah ay kaga taalo buro soo taagan oo sida naasaha gabdhaha oo kala Cali markuu la dagaalamay oo wax ka laayay ayuu markay yiri bal dhex gala meydkooda oo ka soo raadiy ninkii isaga waa la dhex galay waa la raadiy waa la soo waayay wuxuu yiri war ilaah rasuulka ilaahay been iima sheegin allana rasuulkiisa been uma sheegin arinta ku noqdo soo baadab waa lagu laabtay sidii loo raadinayo waxa loo tagay ninkii oo meel yaal hadii jirkiisa la fiiriyo calaamadii nabigu sheegay baa ku taala salaatu rabbi wasalaamu calayhi niman asalkoodu waqtiga bilowday way waana runtii wax weeyaan dawaaifta ka baxday manhajkii saxaabada kitaabka iyo sunnada iyo saxaabada dawaaifta ka baxday khilaaftay daaifadii ugu horeysay iyagii shiicada ugu horeeyay wax muslimiinta dhexdooda inshiqaaq soo geliya oo manhaj khaldan jeexda waxa ugu horeeyay khawaarijta shiicada soo raacday khawaarijtu marka waa niman mabda'oodu sidaasi khawaarijta marka waagaas magaca la dhig jiray magacaas la dhig jiray gadaal dambe marka intaas oo goorbay adduunka soo kaceen magacyay ku soo kaceen mar al-hijra wat-takfir hadana at-takfir yaani magacyo kala gidisan bay qaadanayeen laakiin magacu muhiim ma ah muhiimaddu wax weeye waa waxay rumaysan yihiin mabda' ar-rumaysan yihiin hadii uu ruuxu yahay mabda' ar-rumaysan yahay ay tahay dadka in la gaalaysiyo ayadoo dawaabiti iyo shuruuti shariicadu dejisay aan la eegin oo ruuxa miisaan aan la saarin oo amalka iyo shakhsiga aan la kala saarin ayadoo dawaabida aan la fiirinin gaalaysiin dadka in la gaalaysiyo ruuxa qabaay ama mabda' qababa la xaliidaa takfiir la dhaa waa jiraan marka meel kasta ka jira Soomaaliyo kaleeto ila konfur ila wqooyi ila bari waa ka jiraan sidetameeyadii bay mar bilowdeen way iktisaaxeen oo dhul badan bay galeen hoos bay hadana u dhaceen mar labaad bay hadda kaceen
وما هيستان إلى المسلمين تجين قورعين إنه بناية وما هيستان وما عنان ضمر كينا ويسك جورسنا يعني محايل إنه قالتين بهستان ما هبين ما بين أبورد ما بين أبورد ما حقيقة وهي يعني وحويان هوانتا أبهد شوغو ميشة شوغو حتى هدو بقول شيخي شيخ هدو هي أبهد أو توحيد كأخرية قال بيوها يستانوني ساس دراتي قبردي سولي الأولي الآن بيقورسنا كي إيجا كسو بحا ناك توي كلا هرايا مركي كلا هرا نا إيجا قورسنا حتى الاسمو ويديني لأنه وحي قبان بلشدة وحي إيجا انتو داس آن كأهين إني قالت مساجد توحيد كلا أخرين يكومتو كدان wadaadada tooxiidka akhriinaya waa gaalo bulshadani way gaalowday xukuumti madaxdu waa ka sii horeeyeen wax haray ma jiro kooxdooda yartaan ba islaam